تحدي التحدي قوي دافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع، وابني رأيك عالدليل، قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من التحدي. التحدي النهارده هنناقش موضوع من المواضيع الهامه جدا، حقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان ما لها وما عليها. كثيرا من يعني في الشارع ناس كتير رافضه لهذا يعني هذه المنظمات وهذه الحركات، وبتقول ان هي قد تكون يعني بتسبب او تضر بالمجتمع او تعبث في المجتمع او بعقول الشباب. ووجهات نظر اخرى بتقول ان هي مواكبه للعصر، وبالعكس ده بتبث قيم في الشارع ولها دور فعال جدا في الوطن، وعلينا ان نتحرر من كل القيود ونناقش كل المواضيع. النهارده هنناقش منظمات حقوق الانسان او جمعيات حقوق الانسان او يعني كيفما يطلق عليها. النهارده هنتناول الموضوع من وجهتين نظر. سعدنا وشرفنا يكون معانا المستشار حمدي نواره رئيس المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان. اهلا بيك يا استاذ المستشار. اهلا بيك يا فندم واهلا بالساده الضيوف. مشرفنا النهارده. معايا على الجانب الاخر الاستاذ اسامه فرج صحفي ونائب مدير تحرير جريده البيان. اهلا بيك يا استاذ. شكرا. اسمح لي يعني ابدا مع سياده المستشار يا استاذ اسامه. يا سياده المستشار، كثيرا من الاتهامات توجه الى منظمات حقوق الانسان، ما ردك عليها؟ والله هي الاتهامات بتبقى اتهامات شائعه، لان في بالمنظور السياسي في مصر من بعد ثوره 2011 هو اتكون جمعيات كتيره قوي في عصر الفوضى اللي مرنا بيها في سنه 2011، اكتر من حوالي 20,000 جمعيه تم تاسيسها، وده كان بسبب التعدديه وفوضى. يعني منظمات حقوق الانسان فوضى؟ لا، احنا بنقول المفاوضه الخلاقه اللي اتعملت ما بين 2011 وتنشأ اكتر من حوالي 20,000 جمعيه بدون توعيه وبدون تاهيل لمن ينشئ هذه الجمعيات، انه حتى يفهم يعني ايه مفاهيم حقوق الانسان وكيفيه التعامل والتواصل مع القوانين ومع حباب الحريات بالدستور، واليات عمل حقوق الانسان في مصر، واليات عمل مفاهيم حقوق الانسان القانونيه. لو احنا اهلنا كل واحد بيعمل جمعيه في عمل، مش هنقول حقوق انسان بس، في عمل خيري، في عمل تنميه، في عمل يعني شايف ان هناك فوضى. طبعا. وانتم من ضمن هذه الفوضى؟ لا، احنا عمرنا ما كنا من ضمن هذه الفوضى، لان احنا شغالين بمنظور قانوني بحت. شغالين بمنظور قانوني بحت، والاخر لا يعمل بمنظور قانوني بحت. طيب خلينا انتقل وهرجع لحضرتك طبعا ثانيه يا سياده المستشار. يا استاذ اسامه، منظمات حقوق الانسان نقطه. منظمات حقوق الانسان بتبنى في مصر بقانون اصلا خطا. بقانون خطا؟ ايوه، لانها كلها جمعيات اهليه او مؤسسات، ودي بتخضع للجمعيات الاهليه والمجتمع المدني. انت حضرتك جاي تناقش القانون ولا تناقش المنظمات؟ بناقش المنظمات ان هي اصلا منشاه اصلا خطا، لانه طبقا للقانون خطا، طبقا للدستور ماده 75 هي اصلا مناقضه للدستور المصري. يعني انت شايف ان هم لازم يتم تعديل اصلا انشائهم. ده غير ان هم ما لهمش دور. ما لهمش دور. خلينا نتكلم بقى اصلا، يعني ما نتكلمش عن الجانب القانوني، لان الجانب القانوني ده لسنا في صدد مناقشته، ناقشوه اهل القانون واهل التشريع. ما لهمش دور ازاي؟ ما لهمش دور ازاي؟ يعني قضيه اعتقال الرسام الكاريكاتير اسلام جاويش. ايه اللي عملوه فيه المجتمع المدني؟ المفروض يعملوا حاجه يعني؟ طب ما هو ده انت المفروض بتدافع عن ايه؟ هي حقوق الانسان بتدافع عن ايه؟ مش عن حريه الانسان؟ طب فين حقوق اسلام؟ اتهامه ايه؟ اتهامه ان هو بيدير موقع الكتروني بدون ترخيص. طب ماشي، ما ده بقى اخلت سبيل. ايه موقف المنظمات؟ يعني موقف المنظمات اتجاه الدوله؟ انت شايف ان هم يعملوا في الشارع بلا دور؟ شايف ان هم فقط؟ لانه عددهم زي ما سياده المستشار سبق وقال بقوا كتير جدا. من الفوضى الخلاقه يعني اللي خلقت اللي انا شايفه ان هم مش كلهم فوضى. لكن في ناس عملت جمعيات وانشات جمعيات ومؤسسات ملهاش دور واقعي على في ارض الشارع. زي ما في احزاب كتير. طب في ناس لهم دور؟ في ناس لهم دور. كلهم ما لهمش دور. في ناس لهم دور، وفي ناس بتعمل تقارير وبتشتغل، لكن مش ظاهره. لانه حتى طب ايه دورهم؟ الـ الـ
بره في الدول الاوروبيه ناقدين على تعيين المجلس. ازاي يبقى في مجلس موجود، المجلس المصري لحقوق الانسان معين. تمام. طيب يعني انت ترى ان منظمات حقوق الانسان في مصر تعمل بلا دور وتعمل مخالفه للقانون؟ هو ده اللي انا شايفه في ده اللي حضرتك شايفه في قضايا كتير. كلام جميل يا سياده المستشار، تعملون بلا يعني بلا واقع وتعملون بدون جدوى، ما انتم الا مسميات. لا يا فندم، احنا لينا واقع ولينا جدوى ولينا قضايا تبنيناها. ما ترد علي يا فندم ده كلام. لا يا فندم، مش كل الجمعيات حقوق الانسان ولا كل المؤسسات حقوق الانسان ليها ملهاش شغل. احنا لينا شغل على ارض الواقع ولينا شغلنا. احنا تدخلنا في اكتر من قضيه انتهاك. عملتوا ايه؟ احنا تدخلنا في قضيه المحامي اللي تم التعدي. عملتوا ايه؟ تدخلتوا مع اي حد يتدخل؟ لا يا فندم، احنا تدخلنا بصفه رسميه. احنا تدخلنا إيه في القضاء بصفه رسميه. النتيجه اخذنا اخلينا سبيل بعض الساده المحامين. وانتوا اللي بتدخلوا ولا النيابه؟ لا، ما احنا تدخلنا بصفه شخصيه. يعني انتوا لما تدخلتوا اخلتوا سبيل، يعني ضغطتوا على النيابه مثلا؟ لا يا فندم، قدمنا طلبات للنيابه، ده طلبات احاطه للنيابه، وقدمنا ان احنا متضامنين. النيابه قدمت طلبات احاطه؟ ايوه يا فندم، احنا قدمنا طلب متضامن مع الخدمه المجني عليه. ان احنا بنطالب بالافراج عنه، حيث ان الواقعه كانت خلاف مع احدى الضباط، والنيابه استمعت لكلامكم واخذت سبيل. استمعت لكلامنا واخذت سبيل. طب شايف ان هو ده الدور اللي المنوط به منظمات حقوق الانسان؟ لا، الدور المنوط به حقوق الانسان هو ليه اكتر من دور. الانتهاك من الانتهاكات اللي خاصه بالداخليه، الفصل التعسفي، التوعيه السياسيه والدستوريه للمواطنين، الرقابه على التشريعات، التوصيه بالقوانين وتقديمها للبرلمان. بس ان احنا بنطالب ان يبقى تعمل قوانين توائم وتناسب حقوق الانسان في مصر، لان لو احنا عندنا عدالة اجتماعية ما كانتش قامت ثورة يناير. لو عندنا عدالة اجتماعية ما كانتش قامت ثورة على الإخوان. لو عندنا عدالة اجتماعية ما كانتش قامت ثورة 78. فاحنا بنطالب النهاردة ان احنا يكون في حقوق انسان واحترام حقوق الانسان في مصر، وعمل بقوانين تحترم حقوق الانسان في مصر. عمل بقوانين، انتوا تطالبوا بتنفيذ قوانين ولا اصدار قوانين؟ اصدار تشريعات تناسب. شايفين ان التشريعات الموجودة غير مناسبة؟ احنا لسه ما عملناش تشريعات فن اللي موجودة. احنا لسه البرلمان اللي شغال القانون، احنا القوانين اللي شغاله حاليا غير مناسبه، غير مناسبه لمفاهيم حقوق الانسان. طيب، كلام جميل. طيب يعني يا استاذ اسامه، الناس بتعمل في النيابات، بتعمل بترى بتوعيه سياسيه، لها انشطه ولها دور كبير جدا. اذا كنت حضرتك لا تعلمه، فهنا سياده المستشار بعرفه لك، يا ريت ترد عليه. سياده المستشار ذكر ان هو بيكلمه في قضيه التعذيبات في احد المراكز، ومركز نديم قال ان في 8 حالات وفاه في السجون. احنا خلينا ما نذكرش اسماء بس، عشان يعني احنا هتذكر اسماء الناس مش موجوده عشان ترد. فيعني ايه، هنذكر اسماء؟ مش هذكر اسماء اشخاص، انا هذكر حالات. حتى مراكز. 8 حالات وفاه. انت لو عندك حاجه عند مثلا المجلس المصري الدولي ممكن هم موجودين. 42 حاله تعذيب. ايه اللي حصل معاهم؟ بيوصلوا لنتيجه ايه؟ يعملوا ايه يا فندم؟ هم مش منوط بيهم النتائج. مش منوط بيهم النتائج. طبعا هو منوط بالنتيجه. التقرير فعلا لما طلع من مركز نديم هو غير مغير للحقيقه، لان احنا رصدنا الانتهاكات ديت، وكنا متابعين مع قطاع حقوق الانسان بوزاره الداخليه. وكل التقارير اللي بتطلع لازم تكون انت متاكد من صحتها. اسعدت يعني مش كل تقرير هيطلع من مركز حقوق الانسان. كان لسه كان خطا ولا صح؟ اذا كان لسه مغير للحقيقه، لان هو ما استندش ان حالات التعذيب ديت تم رصدها في داخل السجون، ولا كانت بروفاغندا. انا عايز اطلع واقول ان انا عندي اكتر من 100 حاله تعذيب او حاله وفاه في داخل قطاع السجون، من غير ما انا بكون عندي حاجات موثقه ومعتمده تؤكد لي هذا الكلام. احنا لما بنقول في حاله تعذيب بتصدر عنها، بنصدر بيان وبنقول وبنعلن بياننا دوت في جميع الجرائد القوميه. يعني لو حضرتك متابع الجرائد القوميه، الاخبار والوفد السبت اللي فات راصد لينا ان احنا رصدنا حاله من حالات الانتهاك في مستشفى الجامعي بالاسماعيليه، وطالبنا الحكومه للتحقيق في هذه الوقت. ليه؟ لان احنا وجدنا الحاله ورصدناها ووثقناها واخترنا بها الحكومه. ايه اللي وصل بقى مع الحكومه؟ اللي حصل ان تم احاله ورق بس. لا فندم، تم احاله مدير المستشفى. لا ازاي، مين اللي قال؟ تم احاله مدير المستشفى الجامعي فعلا، واتحل التحقيق واتشال من منصبه، وتعم معالجه المواطن اللي تم طرده من المستشفى، وتعم عمل جامع جميع اللازم ليه.
ده دورنا ان احنا بنجيب بنظهر المشكله ونوجد ونحلها بدون فرقعه اعلاميه. انا ما بعملش ده عشان اقدر اعمل فرقعه اعلاميه، انا ما بحلش المشكله عشان اقول ان انا حليت المشكله، انا يعني حل مشكله المواطن. احنا تبنينا يعني لسه النهارده انا متبني قضيه حاله فصل تعسفي من 93 عامل في محافظه الدهليه، النهارده لسه مستلم توكيلات منهم عشان خاطر ان انا اتولى القضيه بتاعتهم بدون اجر. ده من ضمن حالات حقوق الانسان. يعني قضايا العماليه ليها دور مجتمعي في الشارع ملموس، وعندنا اعضاء بيرصدوا ذلك. سياده المستشار بيقرر لك وقائع واحداث. ما سياده المستشار بيتكلم عن بعض الوقائع، ما بيتكلمش عن الوقائع كلها. يعني مثلا طب يعني الراجل المفروض يعمل كل حاجه يا فندم. الراجل بيعمل اللي بيقدر عليه. انا مؤسسه مش رئاسه الجمهوريه عشان اقدر احل كل حاجه. هو بيعمل اللي بيقدر عليه. انت شايف ان هو يعني انت يعني ايه الضرر اللي وقع عليه في هزرم؟ ليه بتنتقده؟ ليه بتوجه له اتهامات بان هم ما لهمش اساس في الشارع، ما بيعملوش حاجه، ما بيجيبوش نتائج؟ جبت الكلام ده منين؟ لانه ما فيش نتائج. لانه الراجل قال لك انا عندي حاجات. ما الراجل قال لك انا عندي وقائع اهو، قال لي عندك 93 عامل، عندي خرجت ناس من النيابه. ليه دور في الشارع؟ ماشي ده مركز. بقت العدد. طب انت انا احنا بنتكلم انا استاذ اسامه عايز اسالك سؤال. هل كل مجال الاعلام هو مجال بيشتغل لصالح البلد؟ لا يعني انت كده يعني بتخبط في الاعلام هنا كده. انا بتكلم اصل انا بتكلم في اتجاه احنا كده بنوصل اتجاه ان في اجندات خارجيه محتاجه الدكاكين الموجودين. عايز اسالك سؤال زي احنا هل حقوق الانسان بس اللي بتاخد تمويلات من الخارج؟ طيب يا سياده المستشار، انتم اجندات خارجيه تاخذ تمويلات من الخارج؟ لانه كتير من المراكز بتشتكي ان مفيش دعم. كتير من المراكز بتشتكي ان مفيش دعم مصري. مفيش دعم ايه؟ مفيش دعم مادي ليه؟ دي مشكلته هو ان هو مش قادر يوجد الدعم لنفسه. هو اللي مش قادر يوجد دعم لنفسه. طبعا ما عندوش اليات. طيب مش قادر يوجد دعم لنفسه. طيب انتم بتعملونا بدعم؟ احنا ما بنعملش دعم، احنا بنعمل احنا كل شغلنا بالجهود الذاتيه، وبنعتمد ان احنا عندنا مراكز قانونيه بتتولى عمل مشروعات تنمويه تصرف فيها على المشروعات. يعني ايه بقى مشروعات تنمويه؟ يعني ايه مشروعات تنمويه؟ أيوة. يعني احنا ممكن نعمل دوره تدريبيه في مجال الاعلام، في مجال التوعيه القانونيه، في مجال وفقا للقانون يا سياده المستشار. وفقا للقانون، يعني القانون بيبيح لمنظمه حقوق الانسان زي ان هي تعمل تتربح وتكتسب. ما تتربحش. امال تعمل انت ايه؟ بتعمل ايه؟ انت بتعمل المشروع وداخل المشروع تصرف بيه على مشروعات الدوله. يعني المشروع ده مش من اجل التربح يا فندم. ما فيش حاجه اسمها تربح. انت إيه؟ المؤسسه او الجمعيه لا تهدف الى الربح. يعني ايه لا تهدف الى الربح؟ ان انا لما اعمل مشروع، المشروع ده لو دخل سي 100,000 جنيه، ان مطلوب ان انا ال 100,000 جنيه اصرفهم على مشروع على عمل الجمعيه. يعني دخل جمعيتك او دخل منظمتك او دخل المركز بتاع حضرتك من المشاريع اللي حضرتك بتعملها؟ من المشروعات اللي انا بعملها بصرف بيها على المؤسسه. طب ودخل الاخرين؟ يعني ايه لا تتربح؟ ان انا كمجلس اداره لا اتربح من هذه المشروعات. ودخل الاخرين منين؟ دخل الاخرين اللي هم مين؟ المنظمات الاخرى والمراكز الاخرى. كل جمعيه وكل مركز. انت هنا مش بتتحدث عن مركزك يا فندم. انا بقول لك كل مركز وليه شغله. في مركز إيه؟ بياخد تمويل من الخارج مقابل مشروع. في مراكز بتاخد تمويل من الخارج. خدت تمويل من الخارج قبل انا ده. من ساعه ما انشئنا الى وقتنا هذا لم نتقدم. بس مش عيب يعني ان انا اخد تمويل من منظمه محترمه او مكان محترم ولا ايه؟ سيادتك في عندنا طالما مش بهدف لتخريب او تدمير. في عندنا جهات رقابيه تقول ان في الناس اللي بتاخد تمويلات من الخارج هم كذا وكذا وكذا وكذا. احنا الى وقتنا هذا لم نتقدم حتى الى اي تمويلات. طيب كلام جميل. طيب يعني الاستاذ اسامه قال لك في احد التقارير من احد المراكز حقوق الانسان قال لك ان في حالات كذا و و و و و وحضرتك نفيت هذا الامر وقلت لا ان في ده بروباجندا. طب انا مش نفيت. احنا يعني شايف ان منظمات حقوق الانسان بتعبس في المجتمع؟ لا يا فندم لا تعبس في المجتمع. امال ايه لما تقول له بروباجندا ده معناه ايه؟ احنا بنقول لسعادتك يبقى هي سبب الثورات اللي بتقوم. لا مين اللي سبب الثورات؟ الدور حقوق الانسان. لا حقوق الانسان سبب الثورات. حقوق الانسان ما بتدعيش للتظاهر. ما انا النهارده لما اقول ان في حالات تعذيب يا سياده المستشار انا النهارده لما اطلع في الاعلام واقول ان في حالات تعذيب 42 واحد ومات منهم 8 في الوادي الجديد وفي المنيا وفي اسيوط وهنا وهنا ماشي، الناس هتقعد تتفرج عليه؟ لا. الناس هتقعد تتفرج على الرئاسه؟ لا طبعا. بص يا سيدي الفاضل، يبقى بتصير الراي العام، يبقى انتوا اللي بتدعوا للثورات. لا يبقى اجندات خارجيه. بتصير الراي العام يا سياده المستشار. ما هو انت حضرتك يا سياده المستشار دلوقتي بتقول دي بروباجندا. انا عايز اسال سيادتك سؤال،
الجهاز المركزي للمحاسبات لما بيجي سعادتك يرصد مخالفات ويعلن عنها، بيرصد مخالفات حضرتك لان انت منشأ كجمعية اهلية وليس كمركز. جمعية او مؤسسة او اتحاد دوره بينبثق على القوانين اللي بيعمل بها، ان كان واخد في في في, في اللائحة بتاعته بيقول الدفاع عن حقوق الانسان، يبقى من حقه ان هو يرصد ويعلن ان في مخالفات وانتهاكات. فهمني؟ بس الدور القانوني هنا ان انت ترصد بصفة قانونية، ان انت يكون موثق هذه الحالات اللي بترصدها، ما بترصدش لأجل الفرقة العلمية وبس. طيب يا سيادة المستشار، انتم لستم طرف في اي فوضى في المجتمع؟ لا طبعا ما لناش. امال ليه حضرتك قلت ان الثورات قامت عشان مش عدالة واحنا بنعمل وعي قانوني للناس ونعرف الناس؟ التعددية يا فندم في جميع المجالات، التعددية في جميع المجالات، ان انت لما بتيجي تعمل تعددية في جميع الكيانات وتعمل فيهم بينهم تفرقة، ده لصالح النظام. انا لما اجي النهارده اعمل تعددية واعمل تفرقه بينهم، يبقى بمبدا ان انا افرغ تصل اي تفرقه، اي تفرقه لصالح وطن، انا من النهارده اي تفرقه لصالح وطن يا سياده المستشار؟ لا مش لصالح وطن، بقول لصالح نظام يا فندم. مش لصالح وطن. النهارده سيادتك انا من مصلحه النظام ان يبقى فيه عندي مجتمع لحقوق الانسان وكله بيهاجم في منظومه حقوق الانسان، لان هي الجهه الوحيده اللي بترصد مخالفات النظام. ان الاستاذ اسامه هاجم في المنظمات عشان هي بترصد الانحرافات؟ اه طبعا. انت حضرتك جاي هاجم في المنظمات؟ طب انا بيرصدوا الانحرافات وحاجات زي كده. انا عملي كصحفي ان انا دافع عن عن العمل الانساني. انت عملك ليه بتهاجمه؟ امال بتهاجمه ليه دلوقتي لما انت انا ما بهاجمهوش، انا بقول ما لهوش دور فعال. انا عايز اسال سعادتك سؤال. انا قلت ما لهوش دور فعال. هو الانسان يا فندم، انت قلت تقارير طالعه، قلت ان قلت ان في تقارير طالعه، قلت ان هم منشئين ضد القانون ومخالفين للدستور، وجاي هنا تقول لي لا الريس توضيحا بس. هو سياده المستشار بدا الحوار وقال كده، قال ان في جزء كان في فوضى انشأ فيه منظمات كتير جدا او جمعيات كتير. انت حضرتك قلتهم كلهم. قلت له لا، انتم منشئين غلط، لانه القانون كان المفروض يتعدل، اللي هو قانون الجمعيات الاهليه اللي فوضى. هو قانون رقم كام يا فندم؟ احنا مش قانون احنا مش حلقه 84 احنا يعني مش بنتكلم على قانون 84 يعني. ايه المشكله فيه؟ قانون 84 مش قانون 84 بس يا فندم. قانون 84 بيهدم الماده رقم 75 من الدستور المصري اللي انا طلعت وافقت عليه. مش انت يعني بتساعدك وافقت عليه؟ اه حلو. القانون الماده 75 دي بتتنافى مع القانون ولا بتشرطه عليه؟ القانون. مين اللي قال الكلام ده يا فندم؟ اقرا بقى حضرتك الماده واقرا الدستور. اقرا الماده واقرا الدستور؟ يعني القانون ده بينافي الماده بتاع الدستور؟ اه لا، يبقى الكلام ده عارف من الصحه سيادتك، لان في عندنا اللي كان سيادتك احنا عملنا مؤتمر اللي طلب بتعديل القانون يا سعاده الرئيس الدكتور طلعت عبد القوي يا فندم. احنا وطلب في مجلس الشعب رسميا مجلس النواب الجديد ان هم يعدلوا. احنا ناقشنا تعديلات قانون انشاء الجمعيات الاهليه مع المجلس القومي لحقوق الانسان. بتعملوا ايه توصيات يا سياده المستشار؟ بتعملوا ايه في قضايا التعذيبات اللي موجوده في الاقسام وفي المراكز وفي الكره اللي محدش بيعرف يوصل لها؟ مين اللي قال الكلام ده كله؟ انا بقول لحضرتك اي حاله بتقوم بتوصل لنا ما زال في مركز طنطا في تعذيبات، وفي حاجه اسمها ثلاجه، ما زال في بعض الاقسام مش هقعد اذكر اسماء. احنا بنشتغل شغل قانوني، احنا ناس بتوع قانون بنشتغل شغل قانوني. سيادتك لما بيحصل حاله انتهاك قسري او اختفاء قسري او انتهاك جسدي في اي مركز من المراكز، في دور قانوني بحت لازم نتخذه. نمره واحد ان احنا لازم نعلم الحاله دي فين وايه المشكله بتاعتها والقضيه بتاعتها ايه. بعد كده نبتدي نتخذ اجراءاتنا، ان احنا بنخاطر ونخاطب قطاع حقوق الانسان بوزاره الداخليه. احنا عندنا ليه ما بتعترفش ان وزاره الداخليه نفسها اللي احنا بنتهمها ان هي عندها انتهاكات، عندها جهاز اسمه قطاع حقوق الانسان. ده انشأ بعد ثوره 25 يناير مش قبل كده. جميل. هنفترض ان هو انشأ من بعد ثوره 25 يناير مش قبل كده. احنا سيادتك النهارده في قطاع ده عندنا بنتعاون معاه، والقطاع ده بيساعد فعلا لما بيحصل حاله اعتداء جسدي على اي مواطن، ان هو بيتحرى الدقه عن الكلام ده وبيتم الابلاغ فورا في المحافظه التابعه لها، وبيتم ابلاغ بوليه الامن، وبنبعت اعضاء عندنا في اي محافظه لو الحل لو الكلام ده موجود. سي مثلا ما بتقول سعادتك فين؟ في طنطا او فين؟ في بعض المراكز. في بعض المراكز بنبعت الاعضاء بتوعنا على الفور بيتابعوا هذه الحاله وبيدونا تقرير عنها، وبخطر بها وزاره الداخليه وبيتم التعاون معاها. طب انا ليا سؤال بقى بسيط. لما انا قلت ان في مركز اللي هو مركز نديم قال كذا، انت قلت لي دي فرقعه. لا يا فندم، انا قلت التقرير عاري من الصحه، لان هو العدد بتاعه ما كانش. قلت فرقعه يا فندم. قلت فرقعه اعلاميه عاري من الصحه، لان هو التقرير بتاعه يعني كان فيه اوفر في العدد شويه. بتطلعوا تقرير يا فندم؟ اه طبعا بنطلع تقرير. فرقعه
لا يا فندم مش فرقعه. لان ليه بقى هنا لما تيجي يعني جهه سياديه تتهم منظمه يعني بتعمل بنفس الاهداف وتيجي تقول ده فرقعه؟ انا بقول لسعادتك انا النهارده لما تيجي جهه سياديه تحاسبني التقرير ده استندت فيه على ايه؟ طب ما جهه سياديه اكيد بتحاسبه. ما اكيد يا فندم انا النهارده عشان اطلع تقرير اطلع تقرير يبقى لازم اكون عارف ما ليا وما عليا. ان انا عشان اطلع تقرير واقول عندي انا عندي سي مثلا انا عندي اربع حالات اختفاء قصري. طلعنا تقرير بيهم وفعلا صدق تابعنا في التحقيقات ان التقرير ده موثق ومعتمد وفعلا واعترف وزاره الداخليه ان في حالات كانت مختفيه وموجوده عندها في السجون. طيب انا يعني ده كلام جميل. خلينا نبقى اكثر واقعي. ماذا تقدم منظمات حقوق الانسان للمواطن؟ انت جميل. بتقدم لي ايه؟ انت هتيجي ترصد لي في النيابه ما اعرفش فلان اتحبس، في الشرطه فلان ما اعرفش ايه، انت بتقدم لي ايه؟ تمام سلطتك أوه. ايه؟ تمام سيادتك. احنا النهارده عندنا بقدم المواطن في خدمات كل اي في اي مجال بيلجا لنا زي ايه يا فندم الخدمات اللي نمره واحد الخدمات الطبيه. احنا عندنا لجنه يعني جمعيه خيريه؟ احنا بنشمل كو بنندرج الناس بتوع جمعيات خيريه بنندرج تحت القانون. ما هم انشاوا على اساس كده يا جماعه الاهليه ما عندناش مشكله في ان احنا يعني انتوا جمعيه خيريه احنا عندنا بنشتغل حقوق هم انشاوا على نفس القانون بتاع الجمعيات الخيريه فبيتيح لهم ان هم يعملوا ده. جمعيات الاهليه انت عايزنا نشتغل تبع قانون ده؟ نشتغل تبع قانون منغوليا؟ طيب ولا نشتغل تبع قانون ايه يا استاذ سامي؟ احنا بنشتغل جوه مصر ولا بنشتغل بقانون هيروغليفيا ولا نعمل ايه؟ انت بتشتغل انا مش بتهمك ان انت بتشتغل بالقانون المصري. امال نعمل ايه؟ نشتغل بالقانون الهندي؟ طيب يا فندم انت امال ايه كلام حضرتك تقصد ايه؟ اصل هو كده دخل في ان هو بيدي كورسات بفلوس عشان يجيب تمويل. مظبوط. لا ده مش تمويل. طب ده مش تمويل انت بقى. ده مشروع. ده مشروع. امال المشروع ده ايه؟ ده مشروع خدمي. طب الخدمي ده عشان يجيب ايه؟ المشروع ده عشان خدمي يجيب دخل تصرف بيه على المؤسسه. تمويل. مش تمويل يا فندم. ما تمويل تاني. والفرق بين الدخل والتمويل يا فندم؟ يا فندم لا في فرق بين التمويل. ايه الفرق بقى؟ التمويل ان انا بتقدم لجهات في جهات مانحه بتدي تمويلات ان كانت خارجيه او داخليه عشان تنفذ مشروعات معينه. لكن انا لما اعمل مشروع المشروع ده بنفذه ازاي؟ عشان يمولك. عشان يمولني. يبقى تمويل. ثواني يا فندم. انا الاول بصرف على المشروع دوت ولا باخد الدخل الاول؟ بنشأ المشروع الاول. يعني بوجد الاول المقر بتاع الفصل الدراسي اللي انا هبتدي ادي فيه الدوره التدريبيه. تمام. ببتدي بجيب الاجهزه اللي انا هدي عليها المنحه الدراسيه. ببتدي اجهز الماده العلميه، اجيب الدكاتره اللي هيدوا الماده العلميه. اذا تقدم للمجتمع خدمه من خلال تدريب وتثقيف ووعي قانوني. ده نمره واحد. تمام ماشي. نمره اتنين علشان ده بقى اخر حديث حضرتك طبعا عشان نختم سياده العقيد. نمره اتنين ان احنا بنعمل توعيه اعلاميه ان احنا عندنا جريده صحفيه خاصه بحقوق الانسان بتدي توعيه بالحقوق والواجبات. تمام ماشي. نمره ثلاثه ان انا عندي مركز قانوني بيتولى الدفاع عن القضايا حقوق الانسان لغير القدريه. تمام. دي الخدمات اللي بتقدموها. طيب اعزائي المشاهدين يعني احنا بنشكر سياده المستشار حمدي نواره رئيس المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان. وبعد الفاصل هيكون معانا العقيد رأفت نصر مدير عام المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مرة أخرى فانتظرونا. التحدي قم ودافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا إيه المنافع وابن رأيك على الدليل، قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل ويدافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا إيه المنافع وابن رأيك على الدليل، قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفاصل وما زلنا حول منظمات حقوق الانسان ما بين مؤيد ومعارض. هناك اراء بتقول ان هي لا تؤدي اي خدمه للمجتمع، لا تؤدي اي يعني ميزه للانسانيه، ما هي الا مسميات تطلق في الشرع المصري لتصدير خدمات وتصدير مساعدات. وهناك جانب اخر يقول لك لا ده بالعكس بتعمل في الشارع، بتؤدي ما عليها من واجبات وفقا للقانون، بتؤدي طبقا للدستور، بتؤدي لمساعدة الناس. وجهتي النظر لهما كامل الاحترام. طبعا معانا ومشرفنا في هذا الجزء من الحلقة العقيد رأفت نصر مدير عام المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان. أهلا بك سيادة العقيد. أهلا بحضرتك. طبعا معايا الأستاذ أسامة فرج مستمر معانا في الحلقة.
غيرت لك جبت لك حد تاني. يا سيادة العقيد، متهمين بأنكم تبثون الفوضى في المجتمع وتتلقون دعما خارجيا ولا تؤدوا أي دور على أرض الواقع. ده كان كلام الأستاذ أسامة بعيد على حضرتك. الاتهام ده طبعا عاري تماما من الصحة. من اسم المجلس، اسمه المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية. فالمجلس بيدافع عن حقوق الإنسان وفي نفس ذات الوقت بيعمل تنمية للمجتمع. تنمية للمجتمع ما هياش تمويل. التنمية مش بغرض التربح، التنمية بغرض مساعدة المجتمع المصري. عشان كده القانون لما المؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان بتعمل تحت الجمعيات الأهلية، فهي في الأساس الجمعيات الأهلية دي إيه الغرض منها؟ وجودها في البلد ليه؟ إيه الغرض منها؟ وجودها في البلد، وجودها في البلد هي دعم ومساعدة. ده مسماها يا فندم واضح، المسمى بتاعها واضح. احيانا بتبقى مسميات بعيده عن الواقع. لا، المسمى بعيد عن الواقع. دار المساعده وكلاش مساعده. المسمى بعيد عن الواقع ده. المسمى بعيد عن الواقع دوت لكل قاعده شواذ. في مش كل الناس، حضرتك الكوماندان صحفي، مش كل الصحفيين يعلمون اساسا. انا بمناقش دور الصحفيين يا فندم. انتم تمارسون فوضى في المجتمع. احنا بنمارس فوضى في المجتمع بدليل ان احنا بندي دورات تدريبيه للمجتمع عشان خاطر نثقف الناس وندربهم ونعلمهم. لا مش نثقف الناس يا فندم. امال عشان ايه يا فندم؟ لا ليك اغراض. عشان ايه؟ ايه الاغراض؟ هل الاغراض سمع. هل الاغراض زي ما حضرتك قلت؟ خلينا نسمع منه الاغراض. زي ما حضرتك قلت. طب نسمع منه الاغراض. ايه الدورات يا سياده العميد؟ دورات تدريبيه يا فندم في إيه؟ جميع المجالات. هتقول لي في الاعلام؟ في جميع المجالات. في كليه اعلام. في جميع كليه الاعلام يا فندم. هتقول لي في الحقوق؟ كليه الحقوق. كليه الحقوق وكليه الاعلام لها كامل الاحترام. هي بتخرج طالب يا فندم معاه شهادة الإعلام مدرب وكل بعد حاجة. هل حضرتك بعد يعني معنى كلام حضرتك كده انك انت بتطالب الطالب بتاع خريج الإعلام انه هو ياخد البكالوريوس بتاعه او الشهادة بتاعته ويتخرج من الكلية وما يتعلمش حاجة تاني؟ ما يتدربش اي حاجة عند تاني. عند مين يتدرب؟ عند مين هيتدرب؟ عند حضرتك انت ولا هيتدرب في جورنال؟ هو حضرتي انا التدريب العملي هو حضرتي انا بجيب له مدربين منين يا فندم؟ انا بجيب له مدربين استاف جامعه، بجيب له مدربين استاف هيئه تدريس جامعه. يبقى انا بعمل اللي هم المتخصصين في نفس ذات المجال. يبقى انا دلوقتي بعمل عمل، بعمل عمل ضد مؤسسات الدوله اللي ضد هي مؤسسات الدوله. عمل عمل ضد يعني مؤسسات الدوله. طب خلينا نطرح سؤال سادة المشاهدين. ما تقييمك لاداء منظمات حقوق الانسان؟ يا ريت تشاركونا في الامر ده. تقييمكم ايه لمنظمات حقوق الانسان؟ هل تؤيدوها؟ هل تعارضوها؟ يا ريت تشاركونا من خلال الارقام اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه. رد يا سياده العقيد. لما انا ادي دوره تدريبيه تمام يا فندم في الاعلام تمام، مين اللي بيدي الدوره دي يا فندم؟ عند حضرتك. مين اللي بيدي؟ المجلس المصري. اي مسمى؟ مش المجلس. مين يا فندم المحاضر اللي بيحاضر هذه الدوره؟ هل الشخص ده، هل الشخص اللي انت بتدربه ده الشخص مش هو خريج اعلام؟ خريج اعلام. حلو. هو حضرتك، هو حضرتك الدورات يعني انت كده. ما هي دي مشكله البلد على فكره. دي مشكله جمهوريه مصر العربيه. في ايه؟ في ان احنا ما بنعترفش بحاجه اسمها تعليم، ما بنعترفش بحاجه اسمها تدريب، ما بنعترفش بحاجه اسمها ان احنا يعني ما هو يا فندم ما هو يا فندم ما هو يا فندم هو عاوز هو عاوز الطالب يتخرج من الكليه ما ياخدش حاجه تاني خالص، ما يتدربش في حاجه تاني خالص. لا 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 مش عايز. طب خلينا ناخد استاذه سناء. حاجه سناء. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاجه سناء؟ انا عايزه بس اتكلم في ثلاث نقط بسرعه. اتفضلي يا فندم. انا سمعت الاستاذ قبل كده بيقول 20,000 جمعيه تمام لحقوق الانسان انشئت منذ عام 2011 تمام. اولا العدد مثير للعجب تمام. وبعدين هل العدد الكبير ده كان موجود قبل 2011؟ في طبعا انتهاكات وكله، لكن العدد الكبير جدا ده كان موجود، ده لان نمره واحد تمام. نمره اثنين هو بيقول الاول بننشئ المشروع وبعد كده بيجي لنا التمويل. طب ما ممكن المشروع ينشا باقل تكاليف وتيجي التمويلات باعلى التكاليف تمام. هل هو تمويل غير مباشر ام لا؟ نمره ثلاثه الانتهاكات الحقيقيه
المطلوب رفعها ليس بالشوشرة والكلام الكثير ولكن جميل. بالعمل والضمير وشكرا جزيلا. شكرا شكرا. الانتهاكات ليست بالشوشرة ولكن بالعمل والضمير. بشكرها فعلا وهو ده الواقع. هو ده على الواقع بدليل ايه؟ ارض الواقع اللي موجود اللي احنا موجودين فيه اللي ان بحث. هو ما فيهوش شوشره وما فيهوش ال 20000 جمعيه دول بيعملوا كده. ال 20000 دول انت حضرتك حاسس بمين فيهم؟ مش حاسس بحد فيهم. بحد فيهم عارف ده دليل اكبر دليل على ايه؟ على ان هم بيعملوا في صمت. على ان هم حضرتك دلوقتي ولا لا بيعملوا في صمت. انت حضرتك دلوقتي حضرتك كنت بتوجه للمستشار حمدي نواره وبتقول له ان مجالس حقوق الانسان وجمعيات حقوق الانسان بتعمل ايه؟ بتعمل بتساعد على الثورات، بتساعد على التظاهر، تمام؟ أيوة. وبتقول ان هم بيأدوا للمظاهرات وبيهيجوا الراي العام. انا رديت عليه لما هو قال ان مركز انا من خلال انا من خلال الحلقه اللي انا قاعد فيها دي حضرتك، تمام؟ انا عايز حكم الساده المشاهدين، مين اللي بيهيج الراي العام؟ هل المستشار حمدي نواره اللي قال ان في مش عارف كام واحد مات وانتهاكات و في مراكز كذا ومراكز كذا ومراكز كذا؟ اللي قال كده يا فندم. اللي قال كده مين حضرتك؟ اللي قال كده يا فندم. انت تتهمه هو انا اللي قلت انا اللي قلت يا فندم. يعني انت تتهمه بذلك؟ انا ما بتهموش يا مش انا ما بتهموش باثاره الراي بذلك، لكن بقول يا فندم ان احنا يجب علينا ايه؟ يجب علينا يا سياده العقيد، زي يا سياده العقيد، زي ما من بعد اذنك يا سياده العقيد، زي ما سياده العقيد، بس عشان احنا هل تتهمه باثاره الراي العام؟ لا يا فندم. انا أنا بقول أعلن في بعض الصحف. أنا بقول أعلن في بعض الصحف. فين يا فندم اللي بهيج الرأي؟ فين يا فندم؟ فين يا فندم المصادر الموثوق منها اللي بتقول؟ فين المؤيدات؟ هل حضرتك رحت وشفت؟ طلع تقرير قال لك هل حضرتك رحت وشفت؟ مين اللي عمل التقرير ده؟ منظمة زي حضرتك بالظبط. تمام. مركز زي حضرتك. مركز نديم. مركز نديم لما عمل التقرير قدمه لمين يا فندم؟ قدم التقرير لمين؟ للمجتمع. لا مش للمجتمع. قدمه للمجتمع. هيقدم التقرير للمجتمع ليه؟ ايوه يا فندم. ما بيقدمش التقرير للمجتمع يا فندم. المنظمات يا فندم. المؤسسات والجمعيات حقوق الانسان ما بتقدمش للمجتمع. ده بتدافع يا فندم عن حقوق الانسان في المجتمع. في المجتمع وبتاخده وبتقدمه بالطرق والقنوات. كل يوم بتقدمه بالطرق القانونية، واخد بال جنابك، وبتسلك القنوات القانونية اللي هو اساسا الناس المسؤولين. طيب. المسؤول عن حل المشكلة. لما المجتمع بيموت كل يوم فين بقى الحلول اللي انتوا بتقدموها؟ فين المجتمع اللي بيموت كل يوم ده يا فندم؟ مفيش مجتمع بيموت كل يوم؟ فين اللي بيموت كل يوم؟ بس تعذيبات؟ انت حضرتك تعذيبات؟ حضرتك رصدت اي تعذيب في اي مكان؟ انا بشوف تقرير. حضرتك رصدت اي تعذيب في اي مكان؟ انا بقرا التقرير بتاعتهم. التقرير بتاعتهم بتقول ده في تعذيبات. التقرير بتاعتنا قالت ان هي في تعذيبات، وهي اتقدمت لحضرتك التقرير؟ هو قال لك هو استند يا فندم التقرير لما منشورة. لما بيبقى فيه تقرير يا فندم، لما بيبقى فيه تقرير بيوجه لجهه الاختصاص. طب تقولي على التقرير ما بيوجهش للمجتمع. طب يا فندم تقولي على التقرير بيوجه ده. التقرير ده انا تقول عليه إيه؟ انا حضرتك اقول عليه حاجه واحده بس. ايه هي ان انا لما اعمل تقرير واوجهه لجهه الاختصاص تمام، اي جهه التقرير اللي محتاج بيه رساله ايه، اي حاجه تانية يا فندم اي حد تاني واخد بالك غير جهه الاختصاص لما يتكلم فيه هو ده اثاره الراي العام. يعني شايف ان ده اثاره الراي العام؟ لا كلامي واضح. لا مش واضح جدا. لا مش واضح. بقول ان الجهة المختصة اللي بيتقدم لها التقرير هي المنوط بها. طيب. هي المنوط بها ايه؟ طيب ده مش المنوط بها. ده مش رد على السؤال. المنوط بها ايه يا فندم؟ ده مش رد على السؤال يا فندم. التقرير اللي بيحتج بيه الاستاذ اسامه سميه ايه؟ ما قريتوش حضرتك. قال لك في ناس تعذيبات وفي ما قريتوش وما اقدرش قول يا فندم اجزم بيه الا اذا
تحققت فعلا. لان احنا لما بيجينا اي يعني حاجه زي كده يعني يا فندم لما بيجينا شكوى زي كده او بيجينا اي تاريخ زي كده يعني انت عارف بيحصل ايه؟ بس يعني معنى كده لو جم عارف بيحصل ايه يا فندم؟ هيقول لي كل واحد فيهم كده، هيقول لي اصل انا ما شفتش بعينيا. كل واحد هيجي لا 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 هيقول لك انا ما شفتش بعينيا. مركز نادين بس هو اللي شاف، هم ما شافوش كلهم. حضرتك يبقى كانوا بيعملوا ايه؟ حضرتك يا فندم، بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن واقعه، واخد بال جنابك؟ لما بنبلغ باي واقعه ايا كانت بتبلغوا منين بقى؟ لما بيجي لنا اي خبر، بيجي لنا اي يعني. طبعا طيب. احنا لينا اعضاء يا سياده العقيد، لينا اعضاءنا ولينا يا سياده العقيد، يا سياده العقيد. طب ايه رايك في اللي يقول ان التقرير ده فوضى، يعني فرقعه اعلاميه؟ سياده المستشار ثواني قبل كده، سياده المستشار ما قالش انها فرقعه اعلاميه. سيادة المستشار قال ان كان من باب، او معنى كلامه او اللي يقصده سيادة المستشار، ان من باب اولى ان احنا نسيب الجهات المختصة تعمل وتشوف شغلها. طيب لما هينشر هذا التقرير في جريدة، انا عايز اسأل سؤال. لما ينشر هذا التقرير في جريدة، تمام، ايه الغرض منه؟ لما يذكر هو عايز يثبت ان انا شغال. مين قال لك؟ مين قال لحضرتك ان انا عايز اثبت ان انا شغال؟ انا اذا كنت شغال او مش شغال، دي حاجه يا فندم مش انا بطلع اقول انا شغال وانا عايز اثبت وانا لا، احنا ما بنقولش كده. احنا حضرتك بنعمل في مهمه محددة. طيب. وفي عمل محدد. واضحة فكرتك. فضل. طيب إذا كانوا بيعملوا في طبقا للقانون ووفقا للضوابط القانونية والضوابط الدستورية والجهات المختصة والتصريح المنوط بها ويعمل في مناخ شرعي، بس ايه اعتراض حضرتك عليه؟ اعتراض بس قبل ما ترد خلينا ناخد فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونرجع لحضرتكم مرة أخرى، فانتظرونا. التحدي قوم دافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب، ودافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وما زلنا مع منظمات او مراكز حقوق الانسان. وسؤال حضراتكم، ما تقييمك لاداء منظمات حقوق الانسان؟ ما تقييم حضراتكم لاداء منظمات حقوق الانسان؟ يا ريت تشاركونا من خلال الارقام اللي موجوده قدام حضراتكم على الشاشه. كان الحديث قبل الفاصل مع الأستاذ أسامة. يا أستاذ أسامة، إذا كانت هذه المنظمات أو المراكز أو الجمعيات حقوق الإنسان تعمل وفقا للقانون وفقا للدستور وفقا لآليات الوطن، فكيف لك أن ترفضها وكيف لك أن تصدر أنها تصدر الفوضى للمجتمع وأنها تبث يعني الفوضى في الشارع المصري؟ إزاي يا فندم الكلام ده؟ هقول لحضرتك على حاجة بسيطة. أي شيء قانوني يتسبب في مظاهرات؟ هقول لحضرتك على حاجة بسيطة. لو هنطبق القانون، لأن احنا دولة قانونية وبنحترم القانون، نطبق الدستور شايف المصري. إيه؟ شايف إيه؟ نطبق الدستور دولة المصري. قانونية ولا مش دولة قانونية؟ احنا دولة قانون. طب خلاص. نطبق الدستور المصري في مادة 78 من الدستور، 79، 83. يا فندم، يا فندم. اللي بتحافظ على مواطنة البني آدم وعيشته، مش هنحتاج لحقوق الإنسان. خلاص. يبقى بالدستور المصري نلغيهم يعني؟ نلغي حقوق الإنسان عشان خاطر حضرتك. الدستور اللي بيقول كده، لو الدستور اتنفذ نخاطب العالم، نخاطب العالم بالكامل ان هو يلغي حاجه اسمها حقوق الانسان في العالم. يا ساتر عميل، الدستور بتنادي الدستور بهذا بتاعنا النداء العالي. يعني ده نوع من انواع التهكم في الحديث يعني؟ انا مش نداء يا فندم. ده تهكم في على الحوار ولا ايه؟ لا يا فندم، لما يطالب لما يطالب حضرتك بالغاء منظمات حقوق الانسان ويطالب بالغاء من هم يقومون ويعملون ليل نهار للدفاع عن حقوق الانسان، واخد بالك؟ يا ساتر عميل، يبقى يترد الانسان تهكم يا ساتر عميل. مش تهكم يا لا لا لا، ايه دول منظمات حقوق الانسان؟ انا ما اقدرش اتهكم عليه لان احترم شخصه قبل ما احترم. لا لا لا، انا متناول الحديث يعني. ما انا فاهم. طيب يا فندم، بص يا سعاده الرئيس، ماده 78 اللي انا بتكلم فيها بتقول لك كده،
تكفل الدولة. من الواضح ان الدولة من الواضح يا فندم ان الدولة ما عرفتش تعمل قانون طبقا للدستور. كانت محتاجة حضرتك عشان خاطر تخش تعمل قانون طبقا للدستور. طب انا بعتذر عشان خاطر ما يبقاش فيه قانون عشان خاطر ما يبقاش فيه قانون مخالف عشان خاطر ما يبقاش فيه قانون مخالف للدستور. طب انا بعتذر لان لما يبقى فيه قانون مخالف للدستور حضرتك ده عوار قوي جدا في صلب في حاجة في عمود من أعمدة الدولة. طيب يعني الناس القائمين الناس القائمين على الدستور الناس القائمين على الدستور لو الدستور المصري اتنفذ بحروفه كلها مش هيبقى مش عايزين حقوق الانسان في مصر. هتقول لي ليه؟ هقول لك اهو. ده شيء ده شيء ده شيء ده شيء حضرتك لما تقول ان احنا مش عايزين حقوق الانسان في مصر لو الدستور المصري اتنفذ. يتنفذ ازاي يا فندم؟ بس مش فاهم ماده يتنفذ ازاي. انا كل ما اجي اتكلم حضرتك بتقاطعني. انا ما قاطعتش حضرتك. انا بسال حضرتك بس عشان اقول لك يتنفذ ازاي. اتفضل يا فندم. ماده 78 من الدستور بتقول كده: تكفل الدوله للمواطن الحق في السكن الملائم والامن والصحي. حلو. يبقى هي دلوقتي انت شايفه مش مطبق يعني الدوله شايف الدستور مش مطبق. الدولة يا فندم شايف الدستور غير مطبق؟ ايه عمل مطبق يا فندم؟ والقوانين غير مطبق. هل ترى ان الدستور غير مطبق؟ الدستور مطبق. مطبق ولا غير مطبق؟ والآن بنكمل يعني انت تتدخل في الحديث. والآن الدولة بتكمل الجزء الثالث. مطبق ولا غير مطبق؟ الدستور في مصر مطبق ولا غير مطبق؟ مطبق. امال ايه بقى لو اتطبق؟ حضرتك لسه بتقول لسه التبق. بتقول لو اتطبق لانه في بعض المواد يعني معنى كلامك ان هو غير مطبق ولسه المواد ولسه حضرتك التشريعات. ولسه حضرتك بتقول طب خلينا ناخد الاستاذ استاذ احمد. اتفضل يا فندم. استاذ احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. انا احمد صالح من الدقهليه مركز شربين. اهلا بيك واهلا بكل اهل شربين يا استاذ احمد. انا من ضمن ال 92 عامل اللي مفصولين في وصله السوفي في مجلس مدينه جمصة. تمام. والمجلس القومي لحقوق الانسان متولى القضيه وكنت هناك النهارده ومجلس المصري الدولي عشان سيادتك ما يزعلش بس المستشار حمدي. طب انت تواصلت معاهم ازاي يا استاذ احمد؟ تواصلت معاهم ازاي؟ رئيس فرع الدقهليه الاستاذ حماده زناتي عارف بالمشكله وجالي وقال لي هات الاوراق اللازمه بالمشكله واحنا نتولى طيب الاتصال انقطع. يا ريت كنا محتاجين ان احنا نتواصل. ال 92 دول يا فندم انا يعني اتمنى ان اعلم الدستور مطبق ولا مش مطبق. ما احنا قلنا هو مطبق لكن في بعض التشريعات. وانا كمان اتمنى ان اعلم هل القوانين المسنه طيب بتوافق الدستور ولا لا؟ طيب في بعض القوانين لا توافق. طب احنا برضو برضه لسنا في حلقه قانون. اتفضل يا سياده العقيد. انت يعني تمارس نوع من انواع السطو على الاستاذ سامح في الحديث وتتهمه بان هو يتحدث كلام متناقض واحاديث متناقض. كيف لك ان تتهموا بذلك وانتم ايضا متناقضين داخل الشارع متناقضين فيما بينكم بين بعضكم البعض؟ يعني حضرتك تكتشف ان في مركز بيهاجم مركز ويقول له ده فرقعه. خلينا ناخد الاستاذ محمد من الاسماعيليه. استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ محمد. لو سمحت يا فندم انتوا بتتكلموا في موضوع شيق وجميل جدا بس انا ليا اعتاب على حضرتك. اتفضل يا فندم. سيادتك ما كنتش المفروض كنت اعطيت فرصه لسياده المستشار حمدي نور انه يكمل معاك الحلقه بصفته هو رئيس المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان مع برضه سياده العقيد. ثانيا حضرتك برضه انت منفعل ليه كده يا فندم؟ وبرضه بعتب على الاخ الفاضل المحامي اللي قاعد جنب سيادتك برضه بقول له مصر لابد فيها من حقوق الانسان. بس هو مش محامي. مش محامي يا استاذ محمد. مكمله لحقوق الفقير والغلبان. استاذ محمد اتفضل يا فندم. هو حضرتك لو متابع الحلقه كويس هتعرف انه مش محامي استاذ اسامه. يعني المقصد انا عايز اوجه له رساله يعني برضه هو مع احترامه يعني حضرتك دخلت تهاجم وخلاص ماشي. او صحفي مثلا راجل استاذ صحفي جميل. تمام. واحنا متقبلين هجوم حضرتك. يا فندم مش هجوم. لا يا فندم لا اتفضل متقبلين يا فندم. لا انا عايز اوصل له معلومه. تمام. حقوق الانسان مطلوبه لان مين اللي هيدافع عن المواطن الغلبان؟ رجال حقوق الانسان المحترمين. احنا هنكن معاهم كل الحب وكل الاحترام. هو مش بعدد الفين يعني مش بعدد الفين منظمه يا فندم انا عايز اقول لسيادتك حاجه. انت عندك
مصر داخل على 91 مليون، احنا عايزين كمان مليون حقوق انسان. مين يا فندم اللي هيدافع عن الناس الغلابه النهارده؟ طيب. انت عشان تروح استاذ محمد اي اتفضل يا فندم. هو المنوط بالدفاع عن الناس حقوق الانسان ولا ايه يا فندم؟ مهندس في قانون وفي دوله وفي قضاء وفي نيابه وفي محامين وفي وطن ولا ايه؟ بمناسبه يا فندم فتحت الدوله، انا مع حضرتك، احنا عندنا الرئيس السيسي ربنا يبارك لنا فيه قال كلمه حلوه، قال ساعدوني على كشف الفساد والاهمال. تمام. احنا عندنا بعض الحكومات او بعض الوزراء وبعض المحافظين وبعض رؤساء المدن وبعض رؤساء القرى، حضرتك دول فشلة، دول بوقعوا سيادة الرئيس، مش بيساعدوا سيادة الرئيس، والدليل على ذلك ان هم همشين الشعب المصري الفقير. فحقوق الانسان هنا هي اللي بتظهر لسيادة الرئيس وبتقول له يا فندم تمام في تقصير كذا وكذا 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 وكذا، يعني حضرتك تنفي الجهات الرقابية وما تعترفش بأي جهة بتظهر الحقائق دي غير حقوق الانسان؟ لا يا فندم، شايف انها حصرا عليهم. لا يا فندم، مش كلها حضرتك، في برضه يا فندم في جهات رقابيه محترمه، بس انا عايز اقول حاجه يا فندم. انا عايز اقول ان صوت الفقير تمام مش هيوصل الا من خلال حقوق الانسان. كلام جميل، تمام، فكرة حضرتك. انا راجل في الانطره شرق، تمام يا فندم، تمام. احنا عندنا تقصيرات كتير في الانطره، محتاجين حقوق الانسان تيجي عندنا في الانطره تمام. شرق، تمام تمام. واتمنى يا فندم يعني لو حضرتك عايز تتيح لي الفرصه ان انا ممكن اجي لحضرتك، وانا عندي سلبيات بمستندات كتير. تشرفني يا فندم، تشرفني، وانا اتواصل مع حضرتك. تليفوني عند حضرتك. خلاص هنتواصل مع حضرتك يعني... هنتواصل مع حضرتك يا فندم. حاضر، هنتواصل مع حضرتك. شكرا يا استاذ محمد. طيب، كان سؤال لحضرتك كيف لك ان تدافع عن الانسان وحقوق الانسان وانتم تتناحرون في الشارع؟ حضرتك يطلع تقرير تقول لا ده فرقعه، وحضرتك يطلع حاجه تقول لك ده ما اعرفش ايه. سياده المستشار قال كده وحضرتك قلت كده. سياده المستشار ما قالش فرقعه، سياده المستشار. طيب قال، انا مش نتحدث عن سياده المستشار. سياده المستشار قال معلش، بس احنا ما سيادة هو المستشار قال لك 20000 وفوضى، 20000 وقال لك فوضى 20000 وعايزين اكتر. سياده المستشار كمان فوضى 20000.